السلام عليكم، يوم في الشيوة أموال إن شاء الله. راح ندير لكم دي شوسون ولا أسهل، يعني كما نقولوا حنايا يعني أن جو دونفون، يعني عجينة بزاف سهلة ما فيهاش كامل المقادير بزاف. واش راح نحتاج في هذه الوصفة؟ راح نحتاج علبة تاع ياغورت ناتشور. اللي ما عندهاش ياغورت ناتشور تقدر تستعمل الرايب، مع أننا في رمضان يعني حنا نستهلكوا بزاف الرايب، معروف عندنا عند الجزائريين. إذا ياغورت ناتشور أو رايب، نفس العلبة نديرها زبدة أو مارغارين دايبة، مغرف صغيرة تاع خميرة الحلوة، ملح، ونلموها بالفرينة. يعني ما كاش أسهل من هاد العجينة. يعني دائما نخير أني نجيب لكم يعني وصفات سهلة وبسيطة. نبدأ يعني مباشرة في طريقة التحضير. واش راح ندير؟ راح ندير هاد العلبة تاع يا وقت ناتشور. كما قلت لكم وصفة ولا أسهل، كما وصلت عليكي كيشي سبق حطيتها لكم، سهلة بزاف وناجحة. حتى هادي سهلة. إذا علبة تاع ياغورت ناتشور ندير نص العبر تاع زبدة أو مارغارين دايبة كما أنا نشوفو، ذوبتها ودرتها. يعني نديرو نفس الكيل كيما ديري الياغورت ناتشور، ديري الزبدة ولا المارغارين بهذه الطريقة، نخلطهم. كيما قلتلكم أنا دائما نعطيكم مقادير قليلة. هاهي ندلها مغرف صغيرة تاع خميرة الخبز، مغرف صغيرة فقط. ندلها شوية تاع الملح، ما ننساش اليوم إن شاء الله. نخلطهم مليح ونبدأ نزيد في الفرينة. نحصلو على العجينة كيما قلت لكم، ماكاش أسهل من هاد العجينة، سهلة وبسيطة. ونلمو العجينة فقط، ما نعجنوهاش. يعني لازم يعني تقيدوا بالنصائح اللي نعطوها لكم باش تنجحوا فيها. بهذه الطريقة غير بصبعتينا كما الصابلي، كما المعجنة تاع الصابلي، وما تنعجنش العجينة، تلم فقط. على بها دايما نقول لكم، يعني كي تلمس العجينه دائما لموها في حاجه عندها ان كرو، يعني في تبسيط غابي، راح تجيكم العمليه سهله. ها هي العجينه تاعي تلمت ولا اسهل. نخليها ترتاح في الوقت اللي نوجد لافارس تاعي، نعاودو نرجعو ليها ونخدمو بها. اذا هنايا واش درت؟ درت حبه تاع البصل دبلتها، ودرت طم كميه قليله تاع لافيون باشي، حمص مليح. واش راح نزيد لهم؟ راح نزيد لهم ربطه تاع السلق، نغليها في الماء عادي، من بعد نصفيها ونحصرها مليح. ها هي نديرها معاهم ونوزنها، الملح والفلفل الاسود. شوية تاع الفلفل الكحل، منهم المعدنوس. نخلطهم مليح، نخليه حتى الحشوة تاعي تنشف مليح من هذاك الماء، وهذاك السلق ينسجم مليح، يعني اللي هو السبانخ ينسجم مليح مع اللحم ومع البصل. معنا نشوفو، خليها تنشف مليح ونطفي عليها ونكملو لي شوطون تاعنا بإذن الله. إذا هنا الوقت اللي طابت لافارس تاعي، راني حطيت العجينة ونفتحها بالحلال. كما قلت لكم هاد العجينة ما لازمش تعجن، لازم تاخذوا بعين الاعتبار النصائح اللي نعطيهم لكم باش تنجحوا فيهم، لأنه إذا عجنتيها مش راح تنجح لك العجينة. إذا نفتحها بهاد الطريقة، تكون دقيقة شوية ماشي بزاف. دايما ديروا الفريدة باش ما تلصقناش بهذه الطريقة. كما نشوفوا أنا عجينة بزاف طية ورغيفة. بهذه الطريقة نفتحها شوية رقيقة، متكونش خشينة بزاف باش لي شوفو تاعنا يجونا شابين يجونا بنات. يعني هاد العجينة تشبه بزاف لاقات صابلي، تجي شابة هاد العجينة. أنا واش راح ندير؟ راح نطبعها، راح نستخدم هاد لو بول تاع الشوربة ولا ديري واش حبيتي. إذا نطبعها دوائر، بسم الله.
نعطيكم وصفة سهلة، الأخوات كاملين يطلبوا الوصفات السهلة. إذا حتى أنا نحب الوصفات السهلة، يعني حتى أنا يعني نكره من الكوزينة والتعب تاع الكوزينة والوقاف تاع الكوزينة، نحبو نطيبو حاجة مليحة. إذا هي الطريقة، نحي العجينة اللي بقات، لكن العجينة كي نحيها ما نعجنهاش، بهاد الطريقة نلمها، نلمها بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. لازم دائما تبعوا الطريقة باش تنجحوا بهذه الطريقة. ومن بعد هادية نعاود نفتحها كيما راهي، ديرها الفرينة ونعاود نفتحها، يعني ما تعجنيهاش هكذا، نحطيهم فوق بعضاهم ونعاود نفتحها. هادي ثاني نطبقها ونديرها عليهم، نعاود نفتحهم مع بعض. إذا نحكم هاي العجينة تاعي، نحكم ندير لافاس. هاهي لافاس تاعي واجدة هنايا طابت، وهنا لافاس ماكش مقيدة بالسبانخ واللحم المفروم. هنا ديري واش حبيتي، ديري واش عندك في دارك، ندير مرصو تاع الفرماج طري، ونغلقها. كما قلت لكم عجينة ولا أسهل، يجو بزاف بنان ويجو هشاش. نزيد لها بالفرشيطة، ندير لها من الطرف بهذه الطريقة باش ما يفتحولناش، ما يخرجولناش الحشو. نحكم الآن الباطو اللي راه في الفوق. هاد النوع من العجائن ماشي شرط ندهنو المول، لأنها العجينة مبسة. إذا نزيدو وحدة مع بعض. على بها قلت لكم لازم الحشوة تخلوها تنشف مليح باش ما تجيناش جارية وتخسر لنا العجينة. نديرو مرصو تاع الفرماج، معنا نشوفو، نغلقها. الفرشيطة عملية سهلة كما قلت لكم، حتى العجينة ولا غير هي تساعدكم في الخدمة لأنها سهلة بالبزاف. هاي الشوسون تاعنا. إذا أنا راح نكمل العملية ونلتقي فيما بعد إن شاء الله. إذا هنا بعد ما كملت العملية كامل، وشحال درت لي العجينة هذيك؟ درت لي حوالي 8 حبات تاع لي شوسون، حكمت حبة تاع البيض، نخلطها. ندلها من فوق على الوجه تاعها وندخلها طيب مباشرة، يعني هاد العجينة ما خلوهاش تخمر، يعني نخلوها ترتاح فقط لي طون يوجدو لافاس تاعنا. ندلها على الوجه تاعها، كما انا نشوفو، ندخلها على الفوق 180 درجة، نخليهم يطيبو غير في غضهم، مديرهمش نار قوية. كان يغلطو يديرو نار قوية من بعد ما طيبلهمش العجينة من داخل، لأن هاد العجينة ماشي عجينة كيما تاع الخبز، العجينة مي دايرة كيما تاع الخبز كيما لي كواسون، هاديك لازم لها نار قوية، لكن هاد العجائن لازم لهم نار متوسطة، ونخليهم يطيبو غير في غضهم باش يجونا شابين ويجونا هشاش. إلا كترتي النار باش راح تجيك بهاد الطريقة. أنا حنت لهم شوية تاع السانوج على الوجه، ولا ديري دجلان ولا واش عندك هنا، لك الاختيار واش ديري بهذه الطريقه. ونديرهم يطيبوا في الفوق تاعنا حتى يدوا لون شباب ونحيهم. اذا ها هما لي شوسون تاعنا واجدين، ها هما طابوا. كي تشوفيهم حمارو من تحت خداو لا كولور هاديه، شعلها من الفوق وخليهم يحمروا، شوف واش تجي العجينه. العجينه تجي روعه، تبعوا الطريقه فقط، يعني ما تعجنوهاش لموها فقط، تبعوا طريقه يجوا بزاف هشاش ويجوا بزاف بنان. نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم، وجربوها ورجعوا لي الخبر يعني اللي عجبتكم. وش نقول لكم، يعني اللي عجبتكم لو صم عليكم غدوا لي جيم لا فيديو وتشاركوا في القناه، ويعني تبعوني على صفحتي على الفيسبوك شيوات ام وليد. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده.